ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اهتزت مدينة أكادير يومه الثلاثاء على وقع خبر مؤلم يتمثل في انتحار بائع مجوهرات معروف بعاصمة سوس. سقط من الطابق الرابع لعمارة سكنية توجد قريبا من ملتقى شارعي محمد إقبال والقاضي عياض. ووفق مصادر محلية لماروك أخبار يومية، فإن مواطنين عثروا على جثة الهالك ليتم إبلاغ السلطات المحلية والمصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، حيث تم فتح تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات انتحار بائع المجوهرات والتي ما تزال مجهولة إلى حدود الساعة. وأوضح المصدر ذاته لماروك أخبار يومية أن الهالك الذي يمتلك محلا بالمنطقة السياحية بعاصمة سوس تم نقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح الطبي بإشراف من النيابة العامة المختصة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.